صباح الرياضة والنشاط والحيوية. خسارة الوزن رحلة بتحتاج مننا مجهود وصبر، بس نتيجتها تستاهل. هنساعدك من خلال التمارين اللي هنقدمها لك بأدوات بسيطة جدا تقدر توصل للهدف اللي أنت عايزه. 30 دقيقة تمرين في يومك هتقدر تخسر وزن وتحرق دهون وتشد وتقوي بيهم عضلات جسمك كلها. النهاردة هنبدأ مع بعض. أول تمرينة هنعمل تمرينة لور بودي، هنشغل بقى عضلات الرجلين باستخدام دامبل ومات. بس قبل ما نبدا التمرين زي ما متعودين كل حلقه اللي احنا دايما بنسخن جسمنا كويس جدا عشان نتفادى اي اصابات ونهيئ جسمنا للتمرين. اول تمرين معايا هيكون دامبل جود مورنينج. بمسك الدامبل ببدا انزل اتني ركبتي سنه بسيطه وازق وسط ورا واطلع تاني بشغل بقى العضلات الخلفيه للرجلين. هنعمل مع بعض 12 عده. 1 2 3. اهم حاجه خلي ظهري مفرود. 4 5. انظم نفسي طول ما انا بتمرن ونكمل ل 12 عده. انزل الدمبل واعمل على طول وراها من غير ما اخد ريست جامب سكوات. اعلى فوق 2 3 4 5 6 ونكمل برضو لمده 12 عده. ناخد ريست 30 ثانيه بناخد فيها راحه ونشرب ميه. هندخل على التمرين اللي بعد كده. هعمل سبليت لانج 10 عدات على كل رجل. اهم حاجه ما اخليش رجلي اللي ورا ركبتي تلمس الارض. ظهري مفرود ابدا انزل 1 2 شادد عضلات البطن والظهر مفرود 3 4 5 6 7 8 9 10. هنخلص الرجل اليمين وبعد كده هنعمل على الرجل الشمال برضو 10 عدات. 1 2 3 4 5 ونكمل لغاية 10. برضو مش هريح في التمرين ده، بعمل التمرينتين سوبر سيت ورا بعض. هنزل على ظهري اخلي كعب رجلي تحت ركبتي، احط الدمبل هنا على وسطي وابدا اطلع هيب بريدج. هعمل 15 عدة وانا بزق فوق اطلع نفسي 3 4 5 6 7. لو اقدر اثبت ثانية فوق واعمل سكويز 10 واكمل لغاية 15 عدة. وبعد كده باخد ريست برضو اللي انا بشرب ميه قبل ما ادخل على التمرين اللي بعد كده. عندنا التمرين اللي بعد كده هعمل دامبل سومو سكوات. احط الدامبل على كتفي وممكن امسكه في ايدي عادي. اوسع رجليا اخلي مشط رجلي لبره وابدا انزل برضو بزق وسط ورا. هاخد نفس وانا بنزل وانا بوش لفوق بطلع النفس. هنعمل 12 عده 3 4 5 6 7 ونكمل لغاية ال 12. هتبقى معانا تمرين كمان اللي هو الهيب بريدج. بشغل عضلات الخارجية للرجلين. ممكن اسند على أي حاجة لو أنا مش قادر يكون في بالانس عندي لسه في البداية. ممكن اسند على كرسي أو أي حاجة عندي. زق رجلي الجنب 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بكمل 10 عدات على الرجل اليمين وبعد كده بعمل 10 عدات برضو على الرجل الشمال. وبكده نكون عملنا مجموعة من التمرين لعضلة الرجلين. النصيحة اللي حابين نقولها لك في نهاية الحلقة، اللي انت اهتم بشرب المية على مدار يومك ده هيساعدك اكتر اللي انت تحرق دهون وتخسر وزن وتحافظ على جسمك. واشوفكم تاني في حلقة جديدة.